السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. بحب أذكركم دايما في معانا حلقة الواحد دماغه سايحة من الشمس، في معانا قناة بندعمها، قناة صغيرة اشتركوا فيها، هتلاقوا القناة ديت الرابط بتاعها في أول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو. والزوار الجدد اللي مشتركوش لسه في القناة عندنا يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلهم إشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة. تعالوا كده نشوف الحلقة بتاعت النهاردة. مش عارف. طب وريها لي كده. مين اللي عمل فيها كده؟ مين اللي قصصها ونحلها كده؟ هتطير اخويا. مش وريني بس كده، مش انا بدي لك سليمة وبتطير. ايه انا عايزة تطير. ما تجيب لي واحدة. ده تعملي فيها كده اهو. امسك امسك. ما تجيب لي واحدة. عايز واحدة؟ يبقى لك وهتاخد. هات كده. انا عايزها انا. يبقى لك وهتاخد. انا هاخد. الحاجة ما تشوفها غيرك. هاخد. شايفه؟ طلعت غيرت المصايد، نقلت المصايد كلها. كان بيقف في مكان تاني. ايوه بس هو خايف. في جزء لبن على التوته هنا. ايه؟ طار خالص؟ عايز امي يا امي. روح لهم. يا نهار عصافير النهارده. امسك يا حمو ولا امسك؟ يا راجل مد ايدك يا ولد. ها ها اوه اوه. خليك شفت القطه ما يبقى امسك ال تعالى تعالى هات ده زي القطه كده ما بيبقى يمسك الفار. ها اتحرك بسرعه بسرعه. ايوه خليك سريع انفعل. شوف القطه كده ما بتيجي تاكل الفار بتبقى منفعل ازاي لو الفار ميت حتى. حط ديك الجوز حط ديك الجوز. ودينا ملت محمد. انا اتخبطت في كوعك. معلش معلش اصل انت ظالم. مد ايدك التاني. مد ايدك التاني. يلا ايدك الشمال. عامل لها انت بتحسس. ايدك الشمال بايدك الشمال. طب تعالوا انا امسككم. تعالوا امسككم. امسك كده شيل ايدك مع الكاميرا بس. امسك كده. امسك كده. طب ما تاخد يد ال هما كام عيل هنا؟ عيل يا عم. فينا فعل فعل صفور. خد خد فاضل حاجة؟ فعل صفور في الناحية التانية؟ طب امسك تعال بطر مني اتنقي تمسي. طبقي خد بس ادي العيال الصغيره العصافير حاجه اي حاجه يفرحوا بيها كده وخلاص. اي حاجه تفرح العيال وخلاص. امسكهم ازاي؟ زي ما هم كيك فيش كده. تعال انزل انزل يا حمو. يا عم عبوك ايه بس؟ خد يا احمد اديهم له. تعال اطلع فوق. واحد بس واحد. السلم السلم هيتكسر يا له. السلم هيتكسر يا له. لو انا يا محمد مشكله هتبقى واحده بس. انا دول حر يا جماعه.
لدرجة إن حتى اليمام اللي طاير في البراري يعني فيه أمراض. يعني بصوا اليمامية دي لسه المصيادة ماسكاها، بصوا شايفين وشها عاملة ازاي، مع انها زغلولة يعني الريش بتاعها الاصفر لسه فيها ريش احمر خفيف كده، رجلها متعورة من القفص. بصوا وشها دي الواحد يخاف يحطها مع الحمام تقليه او مع اليمام تقليه، مش عارف بتاكل ازاي دي، سبحان الله. وشايفين لون عينيها، لون العين دي بصوا عاملين ازاي، ركزوا في لون العين، ركزتوا. بصوا العين التانية دي لونها غامق، البؤبؤ اللي حوالين البؤبؤ اللي هي القرنية تقريبا، القرنية يعني لونها غامق. وبصوا في الناحية التانية سبحان الله، بس تقريبا ده من اللي عندها حاجه زي الجدره كده جنب وش جنب عينيها. ساتر، شايفين المده زي المدة كده، طلعتها لها اهي. والحتة اللي زي الجدر ديت هشيلها لها، شبط على حاجة بسيطة اهي. دي تقريبا ودانها بتبقى هنا لتحت العين دي، الود بتسمع بيها. بص ودانها خرم ده اهو، ودنها الخرم اللي تحت العين ده. حاجات كده طلع لها في وشها زي الجدري، طلعنا لها حته كمان اهي. اصبري بس، اما دي كانت في نارها، وادي كمان حته. تقريبا نضفت كده، صبحها بقى هتصحى ان شاء الله، نحطها بقى كده مع اليمام كده، نضفت خالص ما عادش فيها حاجه. ولا نطيرها؟ انا بقول نطيرها، نطيرها لغايه ما تصحى، وهي كده كده هتيجي تاني. طلعت على النخل، ده كان في منارها حاجات يعني فظيعة. ايه ده مش فاهم، بس ده تقريبا من الحر برضو يعني. المصيدة بسم الله ما شاء الله عليها شغالة معانا اهي، دي المصيدة اللي شغالة اوتوماتيك مع نفسها، فيها زي 15 يمامية اهي. والمصيدة التانية اللي كنا واخدين منها اليمامية العيانة فيها برضو شوية حلوين زي 10 15، في تحت على الأرض بس مش باين عند الاكل هنا تحت اهو. و
وفي معانا طبعا الصندوق بتاع التروسيكل. باشمهندس عادل تقريبا شاف مقطع بعد ما نزلت مقطع التروسيكل، شاف مقطع تاني ما فيهوش التروسيكل على المكنه، فكان بيسالني الباشمهندس عادل الطناني من الاسماعيليه، باشمهندس عادل احمد الطناني. احب اطمنه التروسيكل زي ما هو موجود، ما راحش لا كده ولا كده، او الصندوق بتاع التروسيكل. هو كان فاكر ان احنا ممكن نكون شلناه ولا حاجه، ولكن في مقاطع فيديو بتبقى قديمه ببقى مصورها قديمه وبنزلها لكم. هنا بقى بسم الله ما شاء الله معظم الحصيله حطينا هنا. في برضه يمامه هناك ايات عندها عين قافله كده، كويس ان هو بيجي في دماغكم، المرض بيجي في دماغكم، هو كده كده الدماغ بيتشال خالص يعني. وهنستبعد برضو واحنا بندبح ان شاء الله الحصيله، هنستبعد اليمام اللي هو فيه حاجه نخليه برضو ممكن يصحى. ما صحيش هو لازم كده كده يبقى معانا فيه يمام في المصياده علشان اليمام التاني يجي عليه، او يبقى معانا يمام في القفص عشان اليمام التاني يجي عليه. وظبطنا هنا الجزء اللي هو بتاع البلابل، وجبنا طائر المينا او الماينا وجزء بلابل هنا اهو علشان نصطاد عليهم ان شاء الله بلابل. معانا مصياده اهيت مصيده فيران، وادي واحده اهيت واحده اهي، ومعانا مصيده تانية صغيره واحده بتاعت فيران قافله اهي، بس قافله على الفاضي. البلابل بقى عايزه 5 6 بلابل في القفص، ما يقلوش عن 5 6 يعني، بلبل واتنين بيبقى صعب شويه الصيد بيهم. مصادة الملطش موجوده معانا اهي، ومصادة الباشمهندس عادل اللي كان اهدانا بيها. في ورقه طايره من هنا اهي، نحط بقى ورقه اليومين دولت علشان الحر، الجو حر جامد يعني. بالنسبة يا جماعة لمصيدة الملطش، كان في واحد بيسألنا عليها، سهلة جدا مصيدة الملطش يعني، مش صعبة. بصوا طريقة عملها، الباب بيفتح لتحت بمفصلة تمام، والخشبة ده هي تتطهر. المفروض ان الباب ده بيبقى نازل لتحت للآخر، هبقى انا ظبطتها يعني اعدلها. هي هتعوز سيستة اقوى من كده شوية علشان تشد الباب تقفله. الباب ده بيبقى فاتح رايد على الارض خالص، الطائر بيجي يدخل بيدوس هنا، فما يدوس هنا دي بتنزل لتحت تمام. فما بتنزل لتحت الخشب اللي واقفه ده اهي مربوطه، الحبل دوت مربوط من السوسته، بدايه من السوسته لغايه ايه، لغايه الباب، ونازل حته صغيره حوالي 5 سنتي ماسكه بقى ايه. بصوا قفلت اهي، حوالي 5 سنتي كده لوحدهم اهمت، والخيط متبهدل شويه متكعبل. بنيجي شادين السوسته، الباب طبعا قافل اهو، بنيجي شادين كده اهو، وحطيناها تحت كدار كده فين؟ في الباب اهي. تمام؟ ونيجي مدخلينها لجوه ورافعين العصايه اللي هي ايه؟ بالعرض كده، خليها على حاجه بسيطه. طار يدوس تروح قافل. صعبه دي؟ ما فيهاش اي حاجه صعبه. سهله جدا وبسيطه خالص مصيده الملطش. هي نفس فكره بتاعتي، بس الباب ايه مقلوب، الباب لتحت، تحت انا الباب بتاعها لفوق، وبتاعت انا بتعتمد على الجاذبية، اما دي بتعتمد على السوستة. والناحية التانية كذلك. بتاعت انا بقى اول مصيدة عملتها خالص، قديمة خالص اهي. الباب بيقفل بقى لفوق.
ولها شرح برضه على القناة، واللي عاوز شرح أكتر في قوائم تشغيل معانا على القناة، ادخلوا في قوائم التشغيل على القناة هتلاقوا شرح فخاخ ومصايد، إن شاء الله هتلاقوا حاجات كتيرة تعجبكم. ما تنسوش يا جماعة دايما معانا في كل حلقة قناة بندعمها، هتلاقوا القناة ديت الرابط بتاعها في أول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو، ادعموها واشتركوا فيها، والزوار الجدد برضو اشتركوا معانا، فعلوا الجرس علشان يوصلهم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة، واستودعكم الله.